بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. بديع السماوات والأرض، يعني هو خالق غير مثال غير نموذج غير مادة أولية. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وكش أنت مش دبر عليه تقول له يا برمي النمذجة والديزاين الفلاني والقول الفلاني الفتان والمنظر الخلاب والمجر تحبه. انت عرفت الطرف اللي هو حوله كنت اعمى عنه ما تراهش وما تسمعوش وما تشوفوش وما تفقيت انك فلان او فلانه وما تعرفت ما معنى الطاقه اللي تحط فيها الناس، الطاقه الايجابيه والسلبيه. هي الطاقة في الفيزياء ولحد الآن ما فماش من يعرف بها ويدرسها تمام دراستها، حتى الأوكرانيين جاو ماشي لأنهم فاقدين القيمة وما تزين من الداخل ليكثروا عن الطاقة حتى يصبحوا أهل طاقة والممتازين فيها، وقتها يوليو هم خبراء في تنشئة والعناية بالطاقات البشرية. لا إله لي رسول سليمان. أوه تكلمت ياسر، ولكن أنت بدأتك اللي أنت تدعي الاختصاص. هل عرفت من أنت؟ هل عرفت إنسانيت؟ هل عرفت ألوهية الإله؟ هل بعدت عن الخلط بين النسوج واللاهوت؟ أنتم خايضين فيها. ماذا ذهابكم ذهاب الشياطين وعودتكم عودة اللي يحبوا يعاودوا الغلطة الأولانية في حق الله. قالوا اتخذ الله ولدا، نسأل الله الخلاص من اتهاماتكم للمولى سبحانه وتعالى عما تصفون.